بدر الظهير المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة. اليوم جلسة في على المستوى الميداني نعاينوا تقدم من موسم الحصاد. نحب نذكر أنه موسم الحصاد بالنسبة لولاية باجة انطلق على زوز مراحل، أنه بالنسبة للشعير 27 ماي، بالنسبة للشعير 27 ماي كامل الولاية، بالنسبة للقمح الصلب على مستوى جنوب الولاية 29 ماي، وعلى مستوى شمال الولاية 5 ماي. نسبة تقدم موسم الحصاد حوالي 30%. نسبة التجميع الكمية المجمعة إلى حد اليوم توصل ل 600 ألف، أمس 515 ألف، اليوم توصل ل 600 ألف. بالنسبة للصابة نقدرها بزوز مليون فاصل 6 قنطار، والأمور تصير الموسم يصير على أحسن ما يرام، المستلزمات الكلها متوفرة، المراكز محلولة على مستوى كامل الولاية، كذلك المخابر عندنا 6 مخابر تشتيت. بالنسبة للمراكز 44 مركز، الآلات متوفرة على مستوى الولاية حوالي 460 ألف حصاد. إن شاء الله تأمن التقدم الصابة ولمنها في ظروف طيبة إن شاء الله وربي يسلمك. مش حكم تقديرات الصابة زملين وستمين، مش إشكاليات في التعيير معناها في التخزين والتجميع؟ بالنسبة للتجميع ما عندناش إشكال، باعتبار قلت لك أنه عندنا 44 مركز فيهم التجميع. طاقة الخزن تقدر 2.8 مليون قنطار، دونك ما عندناش إشكال في الخزن والتجميع.